بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسي حديثي مرسل مانكرت، تعريف حديثي مرسل مانكرت للغة إصلاحة، صورة حديثي مرسل مان بيانكرت، مثال مان بوهنايوا مرسل مان باسكن لاي فقهاء أصول يكان كاج يازيه لقل لاي نكان لاي أهل حديث، وحكم حديثي مرسلش من باسكت ولا لاي أوانيش كحديثي مرسل حكمي بي أكريت شرط كان من باسكت أو جار كتمان حديثي مرسل لأصل دا حديثي كيتيا ضعيف مردودا لبروا شرط يقل شرط كان مقبول كاتصال السندا تيائنية ولا بهرهل وهذا بروي كالجهل بحالي راوية محذوفة كهية شنك مان احتمالية وهي محذوفة كتيبه غير الصحابي بيت غير الصحابي تي حذف كرابه جاء أما همي أما أحكامانا كباس مان كر أما باسي حديثي مرسلي كيبو مرسلي غير الصحابي بو يعني تابعيك حديثيك بمرسلي باسكا أو حكمك كيبو. أما أجر هاتو مرسل كمان مرسل كصحابي بو يعني أويك إرسالي حديث كي كردوا صحابي بو تابعين بو وكو أويك صحابي كي في غمر عليه الصلاة والسلام خبر لشتيك بدات كفي غمر إخوة كردوا يدي بلي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أوي كرد لكاتك أخوي لوي حزولي نببت جال بروي كتمني كم بو أكثر دماء يا لبروي إسلامت يكي دوا كوتو دوا تر مسلمان بوا اتر بهر هو كارك بأم صحابة لخدي في غنبري نبي سوى صلى الله عليه وسلم لكي بيسوى لصحابي كي تري بيسوى كأولى في غنبري بيسوى عليه الصلاة والسلام. أم حديثة محكوم بصحتي لسر مذهبي صحيح يعني لسر قولي صحيح وراجح مرسلة كصحابي مرسلة كي صحابي بيت حكمي في أكريت قط يعني أويك الجمهور علماء قطعيان في أناوة وباوريان في أتواسيان كوتشيا أما حكمي في أكريت ومحدثين بعام لسر أمن كلا صحيحين دا لبخاري ولا مسلم دا لم جور حديثانا زورا يعني أونيتيا يعني لبخاري ولا مسلم زور بي حديثة كان بو شوازها تنشك صير روايات كان للصحابي وصحابيش هميا بو ألا ما حكمي بيك ليش ونرى رواياتي صحابيك لصحابيك يتروي معمولا صحابيش هميا تين عدولا وأقر صحابي قتمان معمولا لتابعي والروايات ناكات صحابة لصحابة والروايات كان في حديث لفي غمر جيرة صلى الله عليه وسلم أقر رواياتي شيان كرد بيلا تابعيكو بيانيان كردوا رونيان كردوا يعني بشوازي مرسل نيان هشتو توتو يعني لفلان تابعيو أبيش كم تروا هاي حديثي بيغمبريان جير رابط وصر الله رسول زور بيت رواياتو إسرائيلية دي أشتوايان لنقل كردون له. مرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه. ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما. مرسل صحابي بودل كصحابيك خبرك دابت خبري دابت لقولي في غنبر صلى الله عليه وسلم صحابيك بلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صحابيك بلي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يا صحابيك بلي فعل بحضرته هكذا ولم يسمعه أو يشاهده بلام خوي أو صحابيا لفي غنبري نبي استوى ورؤية مشاهدين كبدو لفي غنبري عليه الصلاة والسلام لبر إما لصغر سنه يا لبر كمي تمنكي تمني كما
او يعني أستاذ دما تمني كم بوا او تأخر اسلامي يا يعني لبروي تمني كم نبو بلام دعاي اسلامتي كي دريان كوتو دعاي اسلامتي هناوا او سردمي في غمر عليه الصلاة والسلام ام فرمو دي فرمو يا ام كاري كردوا او صحابة استا او كات ايماني هناوا او غيابه يا يعني نخير صحابية وايماني هناوا في غمر عليه الصلاة والسلام بلام غائب ولوين ابوا كفي غمر اخوة او كردوا عليه الصلاة والسلام كلم جورا حديثيا أحاديث كي زور كلا صغار الصحابة لك ابن عباس وابن الزبير أو أنا روايات يعني أكثر أو الروايات يعني كابن عباس يجيرتوا وابن الزبير عبد الله كر الزبير وغيري أو أنا شيء يجيرنوا لفي غمر عليه الصلاة والسلام زور بيان بمشي رازية يعني زور يعني لفي غمر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لبر وقت ثمانية يعني كم بوا سؤال تأخر إسلامي في تلك الحديث أنا وصلنا للكسر أو 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 جاء نائمة أتمنى أجا كسيك لو سردمدا لسردمي في غنبر ده عليه الصلاة والسلام كافر ببيت كسيك أو سردم كافر ببيت بلام اشتكي لفي غنبر بيستو عليه الصلاة والسلام أتمنى نقل اشتكى دواي في غنبر إيمان ديني عليه الصلاة والسلام باشا اشتكي لي النقل أكاد شن بالغ بوا بالغ بو او بو دوات ريج مسلمان بو اها اتو متصل يعني يوم الفتح يعني تاخر الاسلام اما بما واتاي او ام هل نبي سوله في غمار اساسا اما جاي فرق يا علين اما علين ها خوي اللي فيش نال ما قال علي ولم يسمعه او يشاهده نبي سوله في غمار ومشاهده شي نكر لا في غمار اساسا لبريا كمي تمنك يا لبرو درين مسلمان بو عصن او كاتل خدمه في غمار هر نبوه مثلا اكو ابو هريره برا زول الصحابه كلا صار كان دوايه ايمان يعني هنا ولا صار كان اولي بعثتي في غنبر عليه الصلاه والسلام لخدمه في غنبر اخوان نبون عليه الصلاه والسلام زوجت يعني وكاتل لنا بسود واتر اي سبي جيرنا بو اما اوابه مرسلي شي صحابي بلا حجته لر مرسلي تابعيه نمونيك شمان باسكر وثمان اجر ثمان كتمان اجر صحابي تابعيه كيش تابعية بلد بيغمبر عليه الصلاة والسلام لا تابعية حديث يبقى يراتو بلد لبيالك للصحابة بيغمبر عليه الصلاة والسلام يعني رجلك ديالي نكاد بلد عن رجل من الصحابة ما دام أرى لبيالك للصحابة كتمان أو حجته أو يعني جهالتي صحابك جهل بصحابك شي ضرر يني بو صحة حديثك ما دام عليه بيعرف بس عشان صحابه من هم يجي عدولة ما دام دياري بوا مشخص بوا متصلة بصحابه حكم مرسل صحابي سيا أص بلى أنا مجد أبو هريرة هات بيج إيمان هنا كي حديث إلى فمصدم بأبا دواء إيمان هنا كي بيجي رابعته ده بوا مرسل تابعي درسته نعم نعم واتح الصحابي خص أبو هريرة تابعين يا عفو الله عنك هم باسي مرسلي تابعي شي قران او باسي سلكا او باسي كسكا كاين او غير لخدمتي في غنبر صلى الله عليه وسلم ايماني هنا او صحابيه او نمونيك باس ما كربو كابراي كافر او لا دواي وفاتي في غنبر عليه الصلاه والسلام ايماني هنا يعني نبوه بالصحابي خوي تابعيه او تابعيه ام فرقي ام صحابيه هذا مرسلي صحابينا هذا مرسلي تابعي اگر خوي شي لا في غنبري خواي بيستبي عليه الصلاة والسلام يعني لا فيش إيمانيا باشا لا فيش إيمانيا شتيكي لا في غنبر بيستوى صحابيك دواتر إيماني هنا أبا في غنبر عليه الصلاة هل صدمي في غنبر يعني يعني بوه صحابي ترى ما مرسل نية براك متصلة ترى حكم مرسل الصحابي سيا الصحيح الحمد لله الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به قولي صحيح مشهور كجمهور علماء قطعيا بياناو بيقين دلن أويك صحيحة يعني مرسل صحابي ومحتج به حجتي شا دليلي بعنواني بلقوا حجات بكار أبريل
لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة. شنو تمان رواية كدني صحابة لتابعين ونادرة زر كما. وإذا رووا عنهم بينوها. أجر حديث يكشيان لتابعية رواية كدبي بياني أن كدوا يعني ناوي تابعية كان ناوي أن فلان تابعيه. أتبع الشوازي مرسل ناهرنه. فإذا لم يبينوا جاء أجر بياني النكر وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيان بيغمبر عليه الصلاة والسلام أو عفرمي فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر. أصل أويك أم صحابي لصحابيك تري يديبوا باش أبرام يعني للتابعين بيستوا. وحذف الصحابي لا يضر. حذف صحابش زرري نيا كما تقدم كوتمان. وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم وهذا القول ضعيف مردود. بل هندك دلين مرسل صحابيش وكو مرسل غير صحابي ويا لحكم ده يعني ضعيف ومردود. بل وهذا القول ضعيف مردود أم قول أخوي ذاتا ضعيفة وقولك مردودة جمهور علماء قطعيا بوداننا جمهور علماء ببيتواني أمو خلافي أميان وتوا وأما لبرأوا على احتماله تابعية حذف كرابي ليا بلام إذا تابعي بيستفي بلام احتمالك الزور ضعيف ومرجوحة واحتمالي أو كم أكثر وعلى الصحابة للصحابة الرواية كما شورترين أو كتبانيك بلا تصنيف كراون لحديث مرسل داتشيا مرسلي بلا حديث مرسل المراسيل أبو داود المراسيل أبو داود المراسيل ابن أبي حاتم جامع التحصيل لأحكام المراسيل كيا إمامي علائيا ليش مراكم فابو حديث مرسل دوبشا مرسلي تابعين مرسلي صحابي مرسلي تابعي ضعيفة مردودة ومرسلي صحابي لا جمهور شيا محتج حجي في عندته قطعي الحجية تيجي شمرا كان كز مشكلة كينيا سؤالة برسيارة كينيا بشي كتر لأقسامي حديثي ضعيف لبرشي سقط لا إسنادة تيا معضلة حديثي معضل راسي معلق مانكير مرسل أو جار معضل معضل حديثي ككلا سندكي على الراوية كان دوكس يا سيكس ينزياتر بشرتي توالي بشرتي بش سربون بش سرهمبون لشي لسندكي تي داتو تبي حظب بيت اگر متوالي نبيت يعني دوكس يا كسيك اگر متوالي نبي لبش سرهمان نبي مثلا لبمبدأي سندك وحديثيك اهن راويك ولا وسطي سندك شن راويك يا لأخيري سندك و هو بيغن منقطع لدوش وينده أقل لدوش وينده يا لسيش وينده مثلا بيغن منقطع تبين يغن شي اسمي معظلي لسر نيا معظل لزباني عربي دا للغة اسم مفعولة من أعضله بمعنى أعياه أعضل بمعنى ماندوبون ماندويتي كأغن أعضله يعني أعياه ماندوي كرد ماندوب لي اصطلاحا ما سقط من اسناده اثنان فاكثر على التوالي لا زالوا علم حديثا حديث معضل بحديث كلين كلا سندك دو راوي ساقط ببي دو راوي حذف ببي يا زياتر لدو راوي على التوالي سي يا اكثر لسي شوار مثلا فلان على التوالي يعني هميان لبش سلام فلان لفلان فلان لفلان هميان حذف بيته. فرقناك لا أول مدي أو ستة. لهندي حالته لقل معلقة كوا بتوكل الدوايا باسك. هو صورة تانيك معلق معضل بيكو كوا بنولا خيدا باس يواكين. شن صورتك يا بيكو صورة لصورتك لقل أو بيكن لشن لك صورة شاجية بنولا يك.
مثالي حديث معضل ليرى مثالك هنا وكذا فرمي ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ. بل لا إمام حاكم لا معرفة علوم الحديث بسندي خوي لقعنبي نقلك قعنبي لمالك ومالك أفرمي أنه بلغه في جيشتوك أبو هريرة فرموي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. مملوك يعني برداء عبد عبد برداء دبي طعامي في بدري ولباسي في بدري بالمعروف بشوازكي جوان وكو خوان شون طعام كسوتك كسوة طعامي بردكش يعني بدن ونابت لا يكلف من العمل إلا ما يطيق تكليفي دناكري بكارك أو بردية إلا أويك أبيت وانعي ببيك رواية فرمي أقر تكليفتان ليكرت شتيك نيأتواني خوتان يارمتيكا كاري الشاق كلا قدرتي أو برديان بنا ببي في سبيرن. جاء قال الحاكم إمام حاكم فرمي هذا معضل عن مالك أم حديث لمالك ومعضلة أعضله هكذا في الموطأ بشوازي معضل هنايتي بمشيوا لكوية لموطأ دا جاب زالين إعضالك لكوية. فهذا الحديث معضل بوسي معضل حديثا لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة شندو راوي بشترهم لبين مالك وأبو هريرة صحابية رضي إخوة إليبي دا كوتوا لو بين دا. وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطئ هكذا بل لكيو أزان كدور راوي داركوت لم حديث داكوتوا نبشتي إمام مالك ولا بين إمام مالك أبو هريرة دور راوي داكوتوا لكيو أزان أو من لو يوزانوا لخارج موطئك إمام مالك ندروي موطئ إمام مالك يعني الرواية ترى للخارجي أو هل لإمام مالك هاتوا بمشيوا بمسندي بمتصلي هاتوا عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أه. لمالك ورضا إخواني لمحمد كري عجلان لباوكي وكأبيت عجلان باوكي محمد أبيت عجلان أو جاء لأبي هريرة يعني لبيني إمام مالك أبو هريرة دور رأي بشترهم محمد كري عجلان وباوكي كعجلان هدو كانت أو دور رأي ساقط بوا. بلكو أصلا إمام نسائي لا دفرمي هنا محمد كري عجلان محمد كري عجلان لباوكي نبيستوا يعني عجلان شي نبيستوا لوين رأي كتير أو لبوكيروا باشا لوي بيستوا بوكير لعجلاني بيستوا لعجلان وأجيرتوا يعني عن محمد بن عجلان كإمام بخارج لأدب المفردة هل أو حديثيه ناب وشوازة لطريق محمد كري عجلان لبوكير كري عبد الله أها لعجلان وأمزى لأبو هريرة بمرفوعي يعني السر ليش لرا فاقد هو لا إمامي نسائيو والله هردو صورتك هرسي هر معضلة دور راوي يا أكثر دور راوي على التوالية بكيري كري عبد الله باوكي عجلان بكيري عجلان نعم محمد كري عجلان لباوكي لا ويكي إمامي نسائي با محمد كري عجلان نا على بيني أنا بوكير لبيني عجلان ولبيني كركياتي كركيك محمد آتي آتي تياتي لا أمس أنا كانت تياتي عن طريق محمد بن عجلان عن بوكير بن عبد الله أمزر عن عجلان أمزر عن أبي هريرة أنت لا فقط
هر بو حدیث بله. سنده کی کس بله؟ نه هر آره سنده کس غیری لموطئه بنشیونه هر لموطئه و مالک به معضلی نهایتی. ل خارجی موطئه ام حدیث به مسندی که هاتوا یعنی ما مالک دور رای لموطئه حذف کرده. احنا حدی اقلقی دور رای متوالی. اگر سیان نبی بل کو امامی نسائی فرمی. ده کل صحیح. غلط. معضل. احنا امام مالك بم روايات معضلة بم روايات معضلة. لا كلها. بل. دو سلسلة بم سن ألين بم ألين أم حديثة بم سندة ضعيفة بم سندة ضعيفة يعني كسيك بيني متنك صحيحة قذو جريمة متنك صحيح ما نهاية طالما سندك ضعيفة يعني همانا متنا وسندا ضعيفة تجيب يا فهو أما متنك صحيحة طالما سندك ضعيفة نائب مسند الروايات كي شن حديثي معضل حكمه المعضل حديث ضعيف خويلة أصلا حديثي معضل حديثك ضعيفة حديثي ضعيفة وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع حديثي معضل حالي لمرسل لمنقطع شخراب ترى بوتي لكثرة المحذوفين من الإسناد شن لحديثي معضل لا إسنادك محذوف زياتري تيايا لو يدل لمرسلا يكس يكس محذوفة لمنقطعة بها ما نشوى فلام لا ضعيفات لمعضلا دو ياسيا زياتريت يا محذوفة وهذا الحكم على المعضل باتفاق بالاتفاق بين العلماء أم حكمك بو حديث معضل بكار أبين أما باتفاق لنواني زانان يعني علماء اتفاق أن سلوك حديث معضل ضعيفة مثال كتاب حديث معضل ثانيا بنوسن ما رواه ابن ابي شيبه في المصنف وابن ما رواه ابن ابي شيبه في المصنف وابن ابي الدنيا في ذم الملاهي في ذم الملاهي من طريق قتادة من طريق قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الكعبتان من ميسر العجم الكعبتان من ميسر العجم كعبتان زانشيا كعبتان أو أي كاي تختيب يا كنسي فيرا؟ كلا. نا. أوش كعبك تاسكا بلى. الكعبتان من ميسر العجم يعني سب وسيلي قماري عزم كان وسيلي قماري عزم كان باشا. تاسي تختا. براكم تخت مينش تختا او دوانا تسكولك هيا تاس او تاسانا حليقا مكعبتر بله ليرا دا قتادا قتادي كوري دعامي سدوسية باشا قتادا ليرا كيا قتادي كوري دعامي سدوسية زوربي الرواية كان لكي وكا لكباري تابعين وكا فس بلا كواب قولي أقوال لسر أويا كلم إسناد دا دو راوي على الأقل دا كوتوا دو راوي حد أقل دو راوي دا كوتوا شن أكثر الرواية كان لكي هو كام أكثر الرواية كان لخارجي أم سندو معلومة كقتادي كري دعامي سدوسي زربي الرواية كان لكي هو إلى تابعي ويا لكبار تابعين ويا جاء أمي جفرمي ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كابو لرا أود حتما تابعيك حذف كروا تابعيك حذف كروا دواي تابعيش كيا صحابية كابو لا كما كي أم فيها دو راوي لسندك حذف كردوا حل الأقل كتابعيك وصحابيك بس حديثك بم صفته وحديثك
معفلة ما شورا بلى بس سندي صحيح نهى صلى الله عليه وسلم كي قتادة خوي تابعية بلا معمولا لا خارج نكون معلوك أم لكبار تابعين قول لصغار تابعين لكبار تابعين شد روايتك ماشي كهو تابعيك يحزق بلا أتروا بيع الرابية كان بناسي ووكتو تماني ما تمان أما بو أوني يكسر إما حكم لسا قر زانيال بيان رون كردينو محديثان آوايا أما معضلة أو أوياب أو بلغانو إما أشني سري قراني أخو إما السببين أو محدثة قوريك أو أنا همي دركين همي جياكينو وكوتمان أو تخصصي قرك أو يكاري بوبكي أو يبروي رجالي حديث بناسي وعنيا رجال شناسي أكي كله هو كار السبب كان بو ناسي نوي حديثة كان لا اجتماعه مع بعض الصور معلق يوم جرى بس يواكن يركى حديث معضل لهندي الصورة لقى الحديث معلق يككون إن بين المعضل وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه نسبة نواني معضل نواني معلق شي نسبتك عموم وخصوصي من وجه يعني شي عموم وخصوصي من وجه عموم خصوصي من وجه يعني هيج داي كان كلينية بعضك يعني بعضك لم أوى بعضك لا يش أما بعضك معضل بلى بعض المعضل كان معلقا بعض المعلق كان شيء معضلا وبعضك يعني شيء بعضك كان يعني بعضك كان معلق نين بعضك معلق شيء معضل نية مش إن لبعض صورة بيكو يك أجرن لوجه يكو يكن يعني وجه اشتراك يعني هي ولا دو صورة زيان كعلى العموم خصوصي من وجه يعني لا يق وجهه يكن لدو وجهه جاء ابنه لوجهه يكن لدو وجهه جاء ابنه يكنين مثلا فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة حديث معضل لقال حديث معلق كو أبيته ليك صورته أوش كامية وهي إذا حذف من مبدأ إسناده راويان متواليان أو تاني كلام مبدأ إسنادكو دو راوي بشترهم حذف كرابية كأمل همان كاتا فهو معضل ومعلق في آن واحد التعريف معلقات شمان ود نمان ود أو تاني كلام مبدأ إسنادكو يكس يا دوكس يا زياتر حتى حموي سندكا تابع غمر عليه الصلاة والسلام هموي سندكش حتى على التوالي حذو كلابه جاء قال شوين كدو لما بدأ سندك ودو دو كسي متوالي حذف كلابه دواي مصنف باشا دواي مصنف دو كس حذف كلابه أو هم معلقة هم معضلش تعريفي معضلش ما سقط من إسناده إثنان فأكثر على التوالي أما لايك لركو ابنه ويفارقه في صورتين معضل لمعلق جاء بيته لدو صورته يكم إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان فهو معضل وليس بمعلق أجر لوسط إسنادك يا دو راوي دبش سرهم حذف كلابه نلأ بدايته أما معضلة معلقني شو المعلقة بلا بدايتي سندك ودسبيرك إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط فهو معلق وليس بمعضل أمجال صورتك صورتي مفارقك أجر لمبدأ إسنادك يك راوي ساقط ببيت أم حديث حديثك معلقة وحديث معضل تينية دوراي حسب لا متوالي نبي بيت معلق شي دوراي حسب لا متوالي نبي نمعلق ونمعضلة هيش يعني ومن قطعات شو التعريف ايش كان كان مثلا ياسا نايه توتر ثانك يو مورش في ذا بكين اجل لا اول لا انتهيت انا ذكر حسب بين فلا معضلة بيت معلق انتهاء ودود انا
دوان يا زيادة بالله لانتهاء فرناك لا وسط يا لانتهاء الابتداء فرناك عشان معضل على التوالي بيت دوانك دوانك يا سيانك على التوالي بيت شل بمبدأ وبيت شل وسط وبيت شل آخر وبيت تيجي براكم بله 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 نمونه کتر من هیا کات یک تابعی کی تابعین باشا تابعی کی تابعین لتابعی کو حدیثی چی نقل کات تابعی کی تابعی لتابعی کو حدیثی نقل کات وقفی کالسل چی او تابعیه وقفی کالسل او تابعیه اتر بوسترو چی باس نکا بلام او حديث اللاي او تابعيه بمرفوعي هاتبه مرفوع متصل هاتبه لا يخوي بمرفوع متصل هاتبه ام حديث اجتسان معضله تيجي براكم حديثك كتابعي تابعيك روايتي كردوا ام حديثتي معضله ماشي براكم تابعي تابعيك حديثك روايتك ولا كيو لا تابعيك وقفي كل سلأو اتلوي ولا تابعي كاتي وقفي كردوا يعني ترى يا كان تري سلوي بعضنا كردوا ما شبرام أما معضلة بوشي شن أما تابعي تابعية هيك كصحابة حذف كراوة هيك كصحابة تابعيش حذف كراوة هي شن أم تابعيني تابلي تابعيني تابلي لوادا احتمالي حذف تابعيك هيا اما لو يدع معنو لبلا واحتمال حذف تابعيك هيا حديثك يا ابو بشيه تابعيك ابو بمرسل بلام ليره دا ام حتما شن تابعي تابعيه لو يدع احتمال حذف انك قويه تابعيك انت تابعيك شي حذف كره الولايه لبلا تابعيك شي حذف الولايه ابيت معضل ام حديثه نمونك كابن الصلاح لحاكم ومسائلته مثالك شيء ويك الروايات كوا الأعمش ولا الشعبية وأعمش لا شعبية وجرايات يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا أعمش لا كي ولا شعبية وجرايته بلى يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا بإنسان يقدر وتيد الرجل كابلا دا وتيد الرجل قيامته أمكار وأمكارات كردوه فيقول ما عملته قال من أوي شمنا كردوه فيختم على فيه ختم بس دم يا أنريت خوي جورا تناي على قصبك ما دام كاري كيكرو علينا مكرو حديث أم حديثا أعمش بمعضليه نايتي بلام فضيلي كري عمر لا شعبية ولا أنسوا بس هنايتي بمرفوعي مسندي هنايتي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حيث كحسي صحيح مسلم آية ما دام لطريق أولى طريق فضيلي كري عمرو أولى شعبية أولى أنسوا أها شعبي تابعية أنا الصحابية فضيل تابعي تابعية فضيلي بني عمرو عن الشعبي عن أنس بمسندي موصولي هاتوا بموصولي وبمرفوعي لا تابعيك وكشعبي هاتوا بلعم شنك أم ليرايا أم أعمش ليرايا بمري إني خوي بصندقي خوي لا أعمش بريوية يوا وقفي كروة أبي بالنسبة أما وأم حديثة حديثك شيء حديثك معضلة معضلة ثم معضلة مرسلني نعم هذا معضلة معضلة حكمك ضعيف أي معلق 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 صحابي ما النية معلق إمام بخاري معلقات إمام بخاري بس ما كبرها وثمان أو كتابانيك التزام بصحتي أنا وهي فرقي هي طبعا أصل لحد سكانة ضعيفة تجيب لكم أصل لحد سكانة ضعيفة
بلا انت كل كتابي كيوك صحيح بخاري ابو باس ما كنت من اوا ايش دو بشي هي بشي كانوا انا بصيغه جزم هاتون بشي كانوا عليك بصيغه هن تمريض هاتون مجهول انا ممكن لا يك شو انا مثلا وازلو مؤلف يجي لنا اري يجي ابو امام بخاري ما ازل بيتي هناك دي وجه صورتك حكمي فيها كل ما دام بهين هات بيت هو امام بخاري ديسان فرقيها يا لقل ما دام معلقه ماذا معلقة فرقيها إذا قلت نتاني تلا معلقات تلا حكمي أو كأما لو صورتي شاكا معضل لقل معلقة كو أبيتو لا إمام بخاري هما نشتا فرقناك من مضان المعضل لو شوينانيك قماني أو تياكري حديث معضل تيابي قال السيوطي من مضان المعضل والمنقطع والمرسل هذا أن صحيح البخاري والله علم معضل كم بيلا بلوك يعني أو سورتيك معلقهن كو بنو بيكو لصحيح البخاري كما معلقاتيك بوشي وازهاتو شون ما البخاري أكثر معلق كاني بوشي وازهاتو يا همو سندك حذف كرو يكسر علي بي يا همو سندك يكسر حذف كردو يا بابلين لمبدأ سندك لمعلقات بابلين راويك حذف كراوة من مضال المعضل قال السيوطي من مضال المعضل والمنقطع والمرسل لو كتبانيك قماني أو أبريك معضل منقطع مرسل تيايا أم كتبانيك كتاب السنن لسعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي دنيا أو كتباني ابن أبي الدنيا حادثي معظلي زور تيابي يعني قماني أبريكا زور تيابي وكتبي السناني سعيد كريمان سوريش